بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان وكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، علم الإنسان ما لم يعلم، وكلفه بعمارة الأرض عبادة وإصلاحا، فلله الحمد كله وله الشكر كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا ألا نعبد إلا إياه وألا نشرك به شيئا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ رسالة ربه وأدى الأمانة التي أنيت بها وجاهد في سبيل الله تعالى حق الجهاد وعبد الله عز وجل حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام والذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيد شكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه الفرصة الطيبة وعلى هذه الجلسة المباركة نلتقي فيها في هذا المكان المبارك لنتدارس العلم الشرعي الذي نرجو منه النجاة في الدنيا والآخرة. وقبل أن نشرع في الموضوع، كما شكرنا ربنا سبحانه وتعالى على فضله ونعمه، من واجبنا كذلك أن نشكر الذين سعوا لتنظيم هذه الدورة ولجلب هذا الخير وتيسير هذا العمل الصالح، فجزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء ونفع الله تعالى بهم ومتعهم بالصحة والعافية وأمدهم بعونه وتوفيقه. كما نشكركم كذلك أيها الطلبة على ما بذلتموه من الجهد للمشاركة في هذه الدورة، لأنها دورة فريدة من نوعها ودورة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تؤتي ثمارها وأن تستفيدوا منها غاية الاستفادة، لأنها أعدت لهذا الغرض، حيث إن طلبة العلم في بلادنا متوافرون وهم بأمس حاجة إلى مثل هذه الدورات التي تفتح لهم أبواب العلم وتعينهم على نيل العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا أغتبطكم على هذه الفرصة وأحثكم على الاستفادة منها، لأنها فرصة ثمينة وقل من يغتنمها إلا من وفقه الله، وأنتم فيما نرجو ممن وفقهم الله، لأن مشاركتك في هذه الدورة من توفيق الله، فكل واحد منكم بحاجة إلى أن يشكر الله لأنه يسر له المشاركة في هذه الدورة، وأن يسأل الله كذلك
أن يفتح عليه، لأن جلوسك في مجلس العلم لا يجعلك عالما إلا إذا فتح الله عليك فتستمع وتهتم وتتابع وتفتح للعلم كلك، فتستمع بجميع حواسك وأن تخلص نيتك، لأن هذا العلم الذي سنتناوله وندرسه هو علم شرعي، والعلم الشرعي طلبه عبادة كسائر العبادات، وكل عبادة لا يستفيد العبد منها إلا إذا أخلص نيته عند العبادة. إذن فكل واحد منكم بحاجة أن يخلص نيته في هذا المجلس، ويعلم أنه جاء لينال من العلم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فالعلوم الشرعية بجميع أنواعها علوم تعين العبد في عباداته، والعبادات هي القربات التي تقربنا إلى الله تعالى زلفى. إذن والله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبده عملا إلا ما كان خالصا لوجه الله وابتغي به مرضاة الله. فنرجو من الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين، وكذلك وأنت في هذا المجلس بحاجة أن تتأدب بآداب طالب العلم، فإن طالب العلم وبخاصة في مجلس العلم هو بحاجة أن يتأدب لكي ينتفع بما يتلقى وبما يسمع، لأن هذا العلم الشرعي لا يبارك فيه لحامله أو لطالبه إلا إذا تأدب في أثناء طلبه للعلم. لابد أن يتأدب لأنه علم شرعي وليس كبقية العلوم، ولابد أن تأخذه بأدب، كما أنك تخلص نيتك تحتاج كذلك أن تتأدب عند طلبك لهذا العلم. ولا يخفى عليكم آداب طالب العلم. إذن فنرجو أن نرى فيكم هذه الآداب، وكذلك لابد أن تكون حريصا، لأن هذا العلم لا يناله إلا من كان حريصا عليه. والدورة كما تعلمون أعدت لتستمر أسبوعين بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحقق ذلك. إذن فالأيام التي ستقضيها في هذه الدورة وفي هذه الجلسات إذا لم تكن حريصا فكأنك تضيع الوقت، وهذا وقت ثمين جدا فلا تضيعها. عليك أن تحرص، اغتنم اللحظات والثواني والدقائق والساعات، لأنها كما قلنا فرصة قل من ينال مثلها، وقد يسرها الله لكم ولا تضيعوها ولا تهملوها. عليكم أن تحرصوا على الفوائد، لأن الإخوة الذين اختيروا لإفادتكم ولإلقاء الدروس عليكم هم إخوة نرجو فيهم الخير ونحسبهم أنهم أهل لإفادتكم، وهم إخوة لكم وإن كانوا أقدم منكم علما. وعلى هذا فاغتنموا الأوقات واغتنموا الفرص لتستفيدوا منهم جميعا، ولتعميم الفائدة رأوا أن ينوعوا العلوم التي ستدرس في هذه الدورة بين علوم
دينية أو شرعية وعلوم لغوية وما إلى ذلك، وكل هذه علوم متلازمة ونحن بحاجة إليها، لأن العلم الشرعي لا يستغنى فيه عن اللغة العربية. إذن ولذلك نوع العلوم في هذه الدورة، كل ذلك لتستفيدوا بإذن الله. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في هذه الدورة. وقد قيل آنفا أن الدرس الأول كان للدكتور تيجان وذراوغو في مادة الفقه المالكي في متن الأخضري، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون الدرس الأول هو هذا الدرس الذي نحن بصدده، ولله تعالى الحكمة البالغة فيما قدر. نعم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون أول درس في الأصول الثلاثة، لأنها هو الأصل الذي ينبغي أن يبدأ به. إذن فقدر الله أن تكون البداية بالأصل، وهذه حكمة إلهية. إذن فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا شرح هذه الأصول، وأن يفهمنا إياها، وأن يعيننا على العمل بها، والله تعالى ولي ذلك. وقبل أن ندخل في شرح الأصول، نرى من الفائدة أن نبدأ أولا بذكر سيرة يسيرة لمؤلف هذه الأصول، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فإن هذا الشيخ يعد من المجددين في تاريخ الأمة الإسلامية، لأن هذه الأمة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، هي آخر الأمم على وجه الأرض. ولذلك الله تعالى كرمها وفضلها على سائر الأمم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وهذا حديث صحيح، يخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أمته يتمون 70 أمة. ومراد الحديث أن هناك 69 أمة سبقت. وإذا قيل أمة، الجم الغفير من أتباع الرسل، فهناك من الأنبياء والرسل من هدى الله تعالى بهم أمم وجماعات، مثل ذلك نبي الله وكليمه موسى عليه السلام، فإن الله تعالى هدى على يديه جما غفيرا من الناس فصاروا أمة له، أمة موسى، وكذلك نبيه وروحه عيسى عليه السلام، هدى الله تعالى على يديه جما غفيرا من الناس فهم أمة عيسى. وكذلك آخر الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن من أمته بفضل الله وبكرامة الله سبحانه وتعالى. فأخبرنا نبينا أن أمته يتمون 70 أمة، وهم خير هذه الأمم وأفضلها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله، والله سبحانه وتعالى هو ذو الفضل العظيم، ويؤتي فضله لمن يشاء، يخلق ما يشاء
ويختار. إذن ولذلك بما أن هذه الأمة هي آخر الأمم على وجه الأرض، وإن الله سبحانه وتعالى كرمها وفضلها وميزها بمجددين بعد نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمم السابقة كانوا يحظون بأنبياء، فكلما هلك نبي خلفه نبي، كما هو الحال في بني إسرائيل أنهم كانوا تصوصهم الأنبياء، فكلما مات نبي أعقبه نبي آخر. وأما هذه الأمة فنبيها خاتم النبيين وإمام المرسلين، فلا نبي بعده. إذن فعوضهم الله تعالى بالمجددين، فهؤلاء المجددين يجددون لهذه الأمة دينهم بعد اندراس معالمه ونسيان شرائعه وبعد انتشار الضلالات التي تخالف تعاليم هذا الدين، فيقيد الله لهم بين الحين والآخر من يجدد هذا الدين. إذن فالتجديد سنة الله في هذه الأمة، التجديد سنة الله في هذه الأمة. ولا يعني التجديد أن تأتي بالجديد، قد تسيء فهم اللفظ التجديد أنك تأتي بجديد، ليس هذا هو المراد بالتجديد هنا. التجديد في هذه الأمة أن تعيد بالأمة إلى العهد الأول. التجديد المراد بالتجديد في هذه الأمة أن تعيد بالأمة إلى العهد الأول، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أول هذه الأمة خيرها، فخير هذه الأمة أولها، والأدلة على ذلك متوفرة، أن خير هذه الأمة أولها، والذين سيأتون في الآخر لن يكونوا خيرا إلا إذا تشبهوا بأول هذه الأمة. ولهذا جاء في الأثر الذي يروى عن الإمام مالك، وهذه الدورة دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فهذا الإمام الجليل روي عنه أثر أنه قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذن فهذه الأمة بحاجة إلى من يعيد بها إلى العهد الأول، عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهد الصحابة، وعهد التابعين وأتباعهم بإحسان، لأن القرون المفضلة من هذه الأمة هي القرون الثلاثة، القرون التي زكاها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه تزكية نبوية لهذه القرون الثلاثة، ولذلك اتفق علماء الإسلام على تسمية هذه القرون الثلاثة بالقرون المفضلة أو بخير القرون. إذن فالقرون التي ستأتي بعد هذه الثلاثة لا تكون خيرا إلا إذا سلكوا مسلك القرون الثلاثة وأخذوا بمذهبهم وبما كانوا عليه في أمور الدين، وهذا هو المراد بالتجديد. فالتجديد أن نعيد بالأمة إلى سيرتها الأولى، لأن هذا الدين ثابت راسخ لا يدخله التغيير ولا التبديل، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله وأكمله
بقوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة على هذه الأمة. فهذا الدين ينبغي أن نتمسك به كما أنزل من عند الله، وأن نتمسك به كما بلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دون أن نغير ولا أن نبدل ولا أن نزيد ولا أن ننقص. إذن هذا هو حقيقة هذا الدين، والله سبحانه وتعالى يقيد لهذه الأمة علماء في كل عصر وفي كل يعني زمن، يقيد لهم ويخرج منهم من يعيد بهم، من يعيدهم إلى ما كان عليه القرون الأولى، القرون المفضلة. ولذلك سمي أهل القرون المفضلة بالسلف الصالح، سموا بالسلف الصالح، فهم سلفنا، لأن المراد بالسلف في اللغة القوم الذين سبقوك، الذين سبقوك في الحياة وهم لهم صلة بك فهم سلفك. ومن هنا فآباؤنا وأجدادنا في النسب هم سلفنا، لكن هذا سلف في النسب. وأما في الدين، من هم سلفنا في الدين؟ سلفنا في الدين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون لهم وأتباعهم، هؤلاء هم سلفنا. ولذلك القرون المتأخرة متفاوتة، ولكن سلفنا واحد. فنحن الآن نحن في القرن الخامس عشر، تدركون ذلك؟ نحن في القرن الخامس عشر، لأننا في أي عام؟ الهجري 1446، وكأننا في منتصف القرن الخامس عشر. طيب، وقلنا القرون المفضلة هم قرون سلف الصالح، وهي ثلاثة قرون، بدءا بالصحابة ثم بالتابعين ثم بأتباع التابعين، هؤلاء هم القرون الثلاثة وهم سلفنا الصالح. إذن بعد أتباع التابعين كل من أتى بعد هؤلاء فهو يعتبر من المتأخرين. نعم، إذن وإن كنا نتفاوت في قربنا من السلف أو بعدنا عنهم، إلا أننا كلنا سواء، بمعنى كل من أتى بعد الصحابة وبعد التابعين وبعد أتباع التابعين وجب عليه أن يسلك مسلك السلف الصالح. نعم، إذن ولذلك ننبه، مثلا نحن في بلادنا هنا في الإسلام عندنا سلف، لأن آباءنا الذين أسلموا أو بعض أجدادنا الذين أسلموا قبلنا هم مسلمون قبلنا، أليس هم سلف لنا؟ هم سلف لنا. لكن عندما نقول السلف الصالح هل هم المعنيون؟ لا، بل هم أيضا يجب عليهم أن يتبعوا السلف، وإن كانوا هم سبقونا في العمر، سبقونا في الحياة، إلا أنهم في الدين ليسوا من السلف الصالح. هم سلفنا في العمر، هم سلفنا في الحياة، لكن ليسوا هم السلف الذين أمرنا باتباعهم، بل هم ونحن سواء، بمعنى أجدادنا الذين سبقونا في الإسلام وآباؤنا الذين أسلموا وسبقونا، بل ونحن من أولادهم، نحن وهم سواء، بمعنى كما يجب علي أن أتبع السلف يجب عليهم هم أيضا أن يتبعوا السلف. ولذلك الذي سبقك في الإسلام فهو ليس قدوة لك، لا، نعم يكون قد سبقك في الإسلام، كما قلنا بعض آبائنا بعض أجدادنا سبقونا وكانوا مسلمين، لكن هل هم قدوتنا؟ لا، بل قدوتنا الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وإن كان هؤلاء سبقونا. فلابد أن نفهم هذا. ولذلك بعض الناس في بلادنا
قد يذمون أحدا على أنه خالف الأجداد أو خالف الآباء يعني في هذه البلاد، يقول لك جدك كان مسلما قبلك أو أبوك كان مسلما قبلك فلماذا تخالفه مثلا؟ إذن فتقول نعم جدي سبقني إلى الإسلام وأبي سبقني إلى الإسلام، ولكن أنا وهو في القدوة ينبغي أن نقتدي بالصحابة. نعم، فإذا كان هو فعل أمرا يخالف ما كان عليه الصحابة فلا نتبعه على هذه المخالفة، وإنما نتبع من أمرنا باتباعهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هم الذين رضي الله تعالى عنهم، وهؤلاء أخبر الله تعالى أنه رضي عنهم، وذلك لصحة عقيدتهم وحسن عبادتهم وسلامة سلوكهم ومنهجهم، فرضي الله تعالى عنهم. فنحن إذا كنا نتمنى ونرجو أن يرضى الله عنا فلابد أن نسلك مسلكه لننال رضا الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن التجديد في هذه الأمة أن تعيد بالمسلمين إلى ما كان عليه السلف الصالح، هذا هو معنى التجديد. نعم، ولا يعني التجديد أن تأتي بأمور جديدة في الدين، نعم، أو أن تنشئ مذهبا جديدا، لا، ليس هذا هو، بل هذا يزيد الأمر سوءا، لأن الأمة ما ضلت إلا بالمحدثات الذين أدخلوا في الدين ما ليس منه، هؤلاء الذين كانوا سببا في الضلال وفي الفرقة. فإذن فمن منة الله تعالى على هذه الأمة أن جعل لها مجددين في كل وقت وفي كل زمن، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحق واضح والحجة قائمة، ولن يضل أحد إلا على بينة. إذن فلذلك هذا الإمام الذي سندرس كتابه ورسالته فهو بفضل الله وبتوفيق الله من المجددين، وهذا بشهادة العلماء ممن عاصروه وممن أتى بعده. فإذا وصفناه بأنه مجدد فليس يعني لقبا من عندنا، بل من الشهود ممن هم علماء، إذن فهم الذين شهدوا بأنه من المجددين. ولماذا وصف بأنه مجدد؟ لأنه ظهر في وقت وفي عصر عمت فيه البدع وانتشرت الخرافات، ووقع كثير من المسلمين فيما يخالف تعاليم هذا الدين من الشركيات والمعاصي وترك تحكيم شريعة الله في أمور الحياة وفي شؤون الحياة. فظهر هذا الإمام في مثل هذا الوقت فوفقه الله سبحانه وتعالى فسلك سبيل طلب العلم حتى من الله تعالى عليه بالعلم الشرعي، وأعطاه الله تعالى الشجاعة والقيام بالحق. إذن فقام بالجهد وبالدعوة المباركة حتى نفع الله تعالى بدعوته. وكما تعلمون أنه ظهر في بلاد نجد، وبلاد نجد في يومنا هذا في السعودية، المملكة العربية السعودية. وقد ولد هذا الإمام على الخصوص في بلدة تسمى بالعيينة، وكانت ولادته عام 1115 من الهجرة، بمعنى أنه ولد في بداية القرن الثاني عشر، لأن ولادته 1115 من الهجرة،
إذن في بداية ماذا؟ في بدايات القرن الثاني عشر، وهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي. إذن لا نطيل كثيرا في ذكر سلسلة النسب، هذا لا يهمنا كثيرا. هو محمد، واسم أبيه عبد الوهاب، واسم جده سليمان. وعرفنا متى ولد وأين ولد. وكان أبوه الذي هو الشيخ عبد الوهاب، كان أبوه من علماء البلدة التي ولد فيها، فكان أبوه يعتبر في تلك البلدة قاضيا ومفتيا، مما يدل على أنه كان يعد من العلماء، بل من كبار العلماء. نعم. وكانوا يتمذهبون بالمذهب الحنبلي في الفقه، ولكن في العقيدة، العقيدة المنتشرة في ذلك الوقت العقيدة الأشعرية هي المنتشرة. وأما في العبادات البدع هي المنتشرة، يعني أن كثيرا من المسلمين في ذلك الوقت أكثر عباداتهم من البدع، كما أنهم في الاعتقاد والعقيدة يعني عندهم انحرافات، لأنهم تركوا العقيدة الصحيحة وتمسكوا بعقيدة أهل الكلام كالأشعرية ونحو ذلك. إذن أشعرية في الاعتقاد وتصوف وخرافات في العبادات. ومن هنا يعني انتشرت الضلالات، وكذلك تقديس الأشخاص، لأنهم يقدسون الشيوخ ويقدسون من يزعمون أنهم أولياء، فتجد أن القبور يتبرك بها ويستغاث بأصحابها وينذر لهم ويدعون من دون الله، ولا يرون أن ذلك شرك، بل يرون أن هذا من التوصل بالصالحين، من التوصل بالصالحين. إذن فهذه الأمور كانت منتشرة في تلك البلاد، بلاد نجد وما حولها، الذي كان من قبل معدن التوحيد. إذن تحولت الأمور، فوقع الناس في الشركيات وفي البدع والخرافات. إذن فهذا الإمام في هذه البيئة، ولد في هذه البيئة. طيب، ألم يكن هناك علماء؟ نعم، كان هناك علماء، ولكن لم يوفقهم الله سبحانه وتعالى، لأن المرء قد يكون عالما لكنه لا يوفق في علمه، فهو يسقط عن الحق إما رغبة أو رهبة. العالم قد يعلم الحق ويسقط عن الحق، بمعنى أنه لا يتفوه بالحق ولا يدعو الناس إلى الحق مع أنه على علم. لماذا؟ قلنا إما رغبة أو رهبة، إما أنه وجد أن في الضلال متاع وفي الضلال تحقيق لبعض يعني رغباته الدنيوية، لأن الإنسان طماع، إلا من وفقه الله. طماع في المال، طماع في الجاه، طماع في الترأس. فأنت إذا رأيت أن في الضلال وفي البدع تترأس، يعني تكون رأسا في البدع وتنال من رغبات الدنيا في البدع، خلص عندئذ قد يغلبك الطمع. إذن فأنت يعني ماذا؟ تقتنع بالبدع وتخفي الحق، لأنك إذا أردت أن تبين الحق في مثل هذه الحال سيفوتك ما كنت ترغب فيه. إذن فهو
يعني يترك بيان الحق لكي ينال ما يرغب فيه من الدنيا، وهذا يقع فيه من لم يوفق لأنه يؤثر الدنيا على الآخرة. نعم، وقد يتعلل بأعذار غير يعني غير مقبولة. نعم، إذن هذا معنى إما رغبة أو رهبة، وقد يكون العالم بين الناس والناس أقوى منه مثلا، فهو يخاف منهم أنه إذا بين الحق قتلوني، إذا بينت الحق طردوني، إذا بينت الحق فعلوا بي كذا وكذا، فهو خوفا من الناس يترك بيان الحق. طيب، لا هذا ينجو ولا ذاك، الذي ترك بيان الحق رغبة أو رهبة كلهم سواء. إذن فالعلماء كانوا متوافرين في ذلك الزمان، لأن أبا محمد عبد الوهاب كما قلنا كان عالما، ولذلك ولده محمد هذا تلقى العلم على يدي والده منذ صغره، فتعلم على والده بدايات العلم، وحفظ القرآن قبل أن يبلغ 10 سنوات، حفظ القرآن، وهذا من توفيق الله. ثم بدأ يتلقى الفقه على يدي والده، إذن فتعلم عند والده في البداية، ثم رأى أن يرحل في طلب العلم فرحل من بلده العيينة، إذن بمعنى أنه خرج في طلب العلم، وهذا كله من توفيق الله، فوفقه الله تعالى ويعني يعني جعل فيه رغبة في العلم. إذن فرحل من بلده وجال البلاد، يعني فذهب إلى العراق، وذهب كذلك إلى مكة وإلى المدينة وغيرها من البلاد، والتقى بعلماء في هذه الأماكن، التقى بعلماء، ومن هنا يعني أخذ من فنون العلم، كما درس الفقه على والده فدرس علم الحديث، وهذا العلم كان نادرا في ذلك الزمان، لأن الأماكن التي تنتشر فيها البدع غالبا لا يعتنون بعلم الحديث. نعم، إذن ولكن خروجه ورحلته في طلب العلم يعني كان سببا ليدرس علم الحديث، فدرس علم الحديث، ثم أيضا اكتسف من العلوم وهو علم العقيدة الصحيحة، لأنك قد تكون في مكان ولا يتيسر لك أن تطلع على كتب العقيدة الصحيحة، ولكن عندما رحل هو من بلده فتح الله تعالى عليه، فالتقى بعلماء وكذلك اكتشف كتبا لم يكن يعلمها من قبل، وبخاصة كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، وكذلك يعني علماء هذه المدرسة وهي مدرسة ابن تيمية. إذن لأن ابن تيمية نفسه بفضل الله كان مجددا في وقته ونفع الله تعالى به، فخرج علماء، إذن يعني انتشر علمهم وكثرت مؤلفاتهم. إذن فالإمام محمد بن عبد الوهاب يعني من أسباب هدايته ورجوعه إلى مذهب السلف أنه اطلع على كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكذلك ابن كثير والإمام الذهبي وأمثال هؤلاء من تلاميذ ابن تيمية. إذن فتعلم هذه الكتب وتشبع بها، ولهذا عندما رجع إلى قريته وإلى بلدته رجع بوجه آخر، إذن لأنه فهم وعلم
وتيقن أن الناس ليسوا على الهدى ولا على صراط الله المستقيم. فماذا سيفعل هو وهو يعتبر صغيرا؟ فرجع إلى بلده في حياة والده، ولا يزال والده حيا، ووالده هو قاضي البلد ومفتي البلد، إلا أنه لم يكن على وفاق مع والده، نعم، ولكن أدبا لم يبدأ بدعوته جهرا في حياة والده، وإنما رجع حتى رجع يدرس على والده، يدرس على والده مع أنه أمكن منه علما، لكن كان والده كبير السن في ذلك الوقت فتواضع له، ولكنه بدا الى جانب والده، يعني ماذا نقول، وكون حلقه، كون حلقه لبعض طلبه العلم، فهو يدرس على والده وكون حلقه لبعض طلبه العلم من صغار، يعني من صغار الناس في بلده، وبهذه الطريقه بدا الدعوه. فهو لم يبدأ دعوة يعني أمام الجماهير، لا، وإنما بدأ دعوته في الحلقة العلمية، نعم، وهذه أيضا طريقة جيدة، لأنك إذا كنت وسط قوم غلب عليهم الجهل وغلبت عليهم البدعة والخرافات، فلا بد أن تكون حكيما في الدعوة، لأنك إذا واجهتهم مباشرة بما عندك وهم يخالفون قدوا عليك وعلى دعوتك منذ البداية. ولذلك رأى الشيخ أن لا يبدأ بالدعوة جهرا، وإنما بدأ ببعض صغار طلاب العلم. إذن ونتيجة هذا الكتاب من هناك الأصول الثلاثة من بدايات كتبه التي وضعها للطلبة لكي يؤسسهم ويكونهم على الأصول الراسخة في هذا الدين. إذن فبدأ يعلمهم مبادئ هذا الدين، بدأ يعلمهم مبادئ هذا الدين بهذه الطريقة. ولكن بعد سنتين من رجوعه إلى بلده توفي والده، توفي والده، وبعد وفاة والده صار كأنه هو الذي تولى المنصب، لأن والده لم يترك ولدا عالما مثله، وإن كان لمحمد أخ أكبر منه ويسمى أيضا بسليمان على اسم جده، وسليمان ابن عبد الوهاب أكبر من محمد، لكنه في العلم أقل من، لأنه لم يخرج إلى طلب العلم كما خرج أخوه محمد، فكان محمد أقوى علما وأمكن علما، ولذلك هو الذي تولى المنصب بعد وفاة والده. ومن هنا الآن وجب عليه أن يصدع بالحق، لأنه صار ماذا؟ صار رأسا، نعم، ولكن إنما بدأ الآن يعلم الناس حقيقة التوحيد ويحذرهم من الشرك والبدع، أيوة، جاءت المشاكل، فقالوا أنت جئت تغيرنا، جئت تخالف ما كان عليه أبوك وما كان عليه كذا وكذا وكذا، جئت بأمر نحن لا نعرف هذا. فقام التشويش حتى رأى هو أن إقامته في بلده الذي ولد فيه صار صعبا، ولهذا ترك البلد وانتقل إلى الدرعية، نعم، قيل أولا إلى حريملة، لكن لم يمكث هناك طويلا، لأنه حريملة بلدة قرب العيينة التي هي بلدته الأصلية، لكن في حريملة أيضا يعني لم يتمكن من الإقامة هناك طويلا، نعم، لكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى كان على الدرعية أمير، وهو محمد بن سعود، وهذا الأمير سمع بالشيخ فدعاه
واستمع إليه، فهدى الله تعالى هذا الأمير، وهذا كله بتأييد الله، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا يعني يسر سببه. إذن فكان هناك اتفاق بين الإمام وبين الأمير، فالإمام صاحب دعوة والأمير صاحب سيف وصاحب قوة، والدعوة غالبا لا تتمكن إلا بعلم وقوة. إذن فيسر الله لهذا الإمام وهو العالم، لكن وجد قوة تؤيده وتسانده، ومن هنا يعني قام بالدعوة. إذن فقامت الدعوة السلفية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. إذن فبدأت هذه الدعوة تنتشر يعني في البلدات وفي القرى وفي المدن، بدأت تنتشر بفضل الله ثم بتعييد هذا الأمير، وهكذا يعني حتى بلغت سمعة الدعوة إلى الأقاصي، فبدأ الناس يسمعون بأن هناك داعية في بلاد نجد وفي بلاد الدرعية يدعو الناس إلى التوحيد وينكر البدع والخرافات. إذن ومن هنا الآن قامت الدنيا عليه، لأن علماء السوء وعلماء البدع الذين يعني صارت البدع مرتعا لهم وكسبا لهم، هم رأوا في دعوة هذا الإمام إنذارا وقضاء على مصالحهم، ولذلك قاموا عليه واتهموه بتهم. إذن كل ذلك ليصرف الناس عن دعوة التوحيد، إلا أن الله سبحانه وتعالى أيد هذا الإمام بتأييده. إذن فواصل الدعوة في حماية الأمير بفضل الله. إذن فاستمرت الدعوة ووجد تلاميذ وأتباع. إذن ومن هنا تمكن إذن فألف كتبا وخرج تلاميذ واستمر في الدعوة إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى في عام 1206 من الهجرة. إذن فقد زاد عمره على 90، لأنه كما علمنا ولد 1115 وتوفي 1206، ستجد أنه عاش ما يزيد على 90 عاما، فهو من المعمرين. إذن وخلف أبناء وكانوا علماء ورثوا علما، كما خلف طلابا وتلاميذ ورثوا علما، كما خلف تراثا علميا ما بين مجلدات ورسائل. نعم، إذن وفعلا لقد بارك الله تعالى في حياة هذا الإمام ونفع الله تعالى به. إذن ولذلك آثاره ودعوته استمرت بعد وفاته حتى أثرت دعوته خارج الجزيرة العربية. إذن فدعوته انتشرت في الجزيرة العربية إلى بلاد نجد وبلاد الحجاز، وكذلك إلى ما حولها من البلاد. إذن ولكن كما قلنا لكم، علماء السوء الذين رأوا في دعوته يعني قضاء على مصالحهم يعني قاموا عليه، ولذلك يعني يسمون كل من يتمسك بما كان يدعو إليه من التوحيد والسنة أن هذه وهابية، ومن هنا جاء اسم الوهابية، والذين وضعوا هذا الاسم هم أعداء هذه الدعوة. نعم، إذن فسموا دعوته بالدعوة الوهابية ليصرفوا الناس عن هذه الدعوة،
ولكن العاقل والعالم لا يحاكم الإنسان بأقوال الناس، وإنما تحاكم الإنسان بأقواله هو وبآثاره. طيب، الناس يسمونه بأنه جاء بدعوة وهابية، لكن نحن لا نأخذ بهذا، وإنما نرجع إلى ما قال هو، ماذا قال محمد بن عبد الوهاب، وإلى ما ألفه من الكتب. نعم، ننظر في كتبه، إن لم نسمع قوله هو وهو حي، لكن عندنا كتبه التي ألفها، ماذا نجد في هذه الكتب؟ هل نجد في كتبه ما يخالف الكتاب والسنة؟ هل نجد في كتبه بدعا وخرافات؟ هل نجد في كتبه مخالفات شرعية؟ هذا هو الذي نحاكمه به. وأما ما يقوله الناس فنحن لا نلتفت إلى هذا، وإنما ننظر إلى كتبه. والحمد لله كما قلنا لكم هو ترك كتبا، ما بين رسائل مختصرة وبين كتب يعني في مجلدات. إذن فنرجع إلى كتبه، وإن كنا نحن لم نعاصره ولم نكن معه في زمن واحد، لكن ما شاء الله كتبه بقيت، فنرجع إلى كتبه وننظر ماذا في كتبه، ونترك أقوال الناس على جانب. نعم. ومن العجيب أن الناس في حين يذمون ويتهمونه بالوهابية ينتفعون بكتبه، وحتى إن بعض الناس لا يعرفون أن هذه كتب له، يقرؤون كتبه ويستفيدون منها وهم لا يعرفون أن هذا هو إمام الوهابية كما يقولون. نعم. وآية ذلك ودليل ذلك هذا الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله، وهي رسالة التي سميت بالأصول الثلاثة، لن تجد مكان في الدنيا إلا وهذا الكتاب موجود. ليس لا يوجد في الدنيا بلد إلا وهذه الرسالة موجود فيها، ولا تكاد تجد مسلما متمكنا في دينه إلا وقد درس هذا الكتاب. نعم، لأنك إذا أردت أن تفهم دينك لا بد أن تدرس هذا الكتاب. ومن الذي ألفه؟ هو هذا الإمام الذي اتهم بالوهابية، هو الذي ألف هذا الكتاب. فكثير من الناس يستفيدون من هذا الكتاب ولا يعرفون أنه لمحمد بن عبد الوهاب، وكما قيل في كتابه الآخر كتاب التوحيد، كتاب التوحيد وهو كتاب فريد من نوعه، ألفه في بيان حقيقة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إذن هذا الكتاب أيضا منتشر. نعم. والقصة التي يذكرها يعني بعض العلماء أن داعية سعوديا ذهب إلى بلاد الهند، طبعا هو ذهب هناك لطلب العلم أيضا، لأن في الهند علم الحديث. نعم، لكن هناك علماء أيضا في الهند متصوفة. إذن فكان هناك أيضا عالم من علماء الهند يطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وله حلقة علمية أو حلقة له درس يعني، ومعه طلاب علم، فهو كلما افتتح درسه يفتتح درسه بلعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أن هذا جاء بأمر يخالف الرسول، وأنه ينكر الرسول ولا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعداء رسول الله وهكذا، رأيتم؟ وأنه يقول لا نحترم الوالدين، فيلعنه في كل درس، يلعن إمام محمد بن عبد الوهاب. وهذا السعودي تعجب يعني، هذا إمامنا والعالم المعروف وأنت تلعنه؟ فماذا فعل؟ أخذ كتاب التوحيد ونزع غلافه الذي عليه اسم محمد بن الوهاب، نزع الغلاف وأعطى الكتاب لهذا العالم، قال له هذا كتاب أنا أريد أن أعرف هل هذا الكتاب مفيد أو ليس بمفيد، وأنت عالم أريد أن تقرأ الكتاب وتخبرني هل هو كتاب طيب، هل هو كتاب مفيد. فهذا العالم الهندي أخذ الكتاب وبقي الكتاب معه أيام وقرأ الكتاب كله، ثم قال لهذا الضيف السعودي، يقول له ما شاء الله هذا كتاب مبارك، هذا كتاب نافع، ليس فيه إلا آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وهو كتاب ما رأيت مثله،
فمدح الكتاب. فقال له هذا السعودي: أتعرف هذا الكتاب لمن؟ قال: للشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال: من؟ قال: الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا الذي أنا أشتمه؟ نعم، هو صاحب الكتاب. فتاب هذا إلى الله. قال: أنا كنت أجهل، لا أعرف أنه بهذه المثابة وبهذه الفضيلة، كنا نجهل حقيقته فننعله على جهل. إذن فتاب هذا العالم، إذن ورجع عما كان عليه. وأمثال هؤلاء كثيرون، أمثال هؤلاء كثيرون. ولذلك يعني كان هناك عالم في مكة، انظروا العجب، وهو يعني ممن عاصر الشيخ محمد بن الوهاب في أواخر أمره، إلا أنه كان معارضا، وهو الشيخ محمد زيني دحلان. الشيخ محمد زيني دحلان هذا كان عدوا للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهذا ألف كتاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب، الدرر السنية، الدرر السنية كذا، في فتنة الوهابية وكذا. هو ألف هذا كتاب لمن؟ محمد زيني دهلان. هذا كان عالما في مكة، لكنه كان رأس البدع، كان رأس البدع ورأس التصوف. ولذلك هو كان يعارض دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فألف هذا الكتاب لكي يشوه دعوة الشيخ محمد بن الوهاب، وافترى عليه في هذا الكتاب افتراءات، وذكر أشياء غير صحيحة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كل ذلك ليحمل الناس على إنكاره وعلى بغضه، وأنه أتى بما يخالف الحق والصواب. إذن وهذا الكتاب أيضا انتشر عند الناس، وكل من قرأ هذا الكتاب وهو ليس على علم سينكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه أتى بفتنة وأتى ليفرق الناس وهكذا. إذن وهذا الكتاب هو السبب في أن العالم الهندي كان يلعن الشيخ محمد، لأنه درس كتاب زيني دحلان، درس كتابه فكان في قلبه بغض لمحمد بن عبد الوهاب وهو يجهل حقيقته. ولذلك عندما قرأ كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هو رأى الآن أن كتاب زيني دحلان كتاب باطل، ليس كتابا يعني على حق. نعم، ولذلك ألف كتابا للرد على زيني دحلان، وكتابه صيانة الإنسان، صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان، صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان، لأن الشيخ دحلان صار موسوسا، هو من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، لكنه ليس من الجن بل هو من الإنس يوسوس في صدور الناس. إذن وهذا الكتاب أيضا مطبوع، صيانة الإنسان كتاب مطبوع، ومن اطلع عليه يستفيد. نعم، والمقصود أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خلف كتبا، وكتبه تشهد له، كتبه تشهد له. وأنت أيها الطالب لا تستمع إلى الأقاويل، أطلب الشهادة، أطلب الشهادة. إذا اتهم إنسان بأمر فأنت لا تستمع إلى الأقوال، إنما أطلب الشهادة. إما أن تسمع من المتهم أو أن تجد ما يشهد. نعم، وإلا فأنت إذا اتبعت الناس في أقاويلهم ستكون مثلهم، وأكثر الناس يعني لا يقولون ما يعلمون، إنما
يهرفون بما لا يعرفون ويقولون ما لا يفعلون إلا من رحمه الله. ولذلك فلا بد أن تكون حذرا، لا بد أن تكون حذرا يعني من أقوال الناس، ولا سيما في باب العلم، لأن العلم بينات وليس أقاويل وآراء. إذن فالمقصود أن الإمام محمد بن عبد الوهاب الكتب التي ألفها تشهد له، كتبه تشهد له بالعلم وتشهد له بأنه كان حقيقة إماما في هذا الدين، وحق أن يسمى مجددا لهذا الدين، لأنه بسببه هدى الله تعالى كثيرا من الناس إلى التوحيد وإلى السنة. لأن هذا الدين كما لا يخفى عليكم يقوم على هذين الركنين، ركن التوحيد وركن الاتباع. لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم كما أرسل بقية الأنبياء والرسل، ليعبد الله وحده ولا يشرك به شيء، ولكي يتبع الرسول فيما بلغ. فالدين عبادة الله وحده وعبادته بما شرع على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تصل إلى الله إلا بهذين الطريقين، طريق التوحيد وطريق الاتباع. إذن ولكل واحد منهما ضد، فالتوحيد ضده الشرك، والاتباع ضده الابتداع. إذن فأنت لا يكون دينك خالصا إلا على أساسين، أساس التوحيد وأساس الاتباع، بهذا يكون الدين خالصا. نعم، فأنت احرص دائما على التوحيد، على فهم التوحيد، وعلى التمسك بالتوحيد، وعلى العناية بالتوحيد، لأن هذا هو الأصل الأصيل من هذا الدين. وكذلك الاتباع، أن تكون في جميع أمور دينك متبعا ومهتديا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعته. والمسلم المتعلم وطالب العلم إنما يحرص دائما على أن يحقق التوحيد، ويحرص دائما على أن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإنسان يعني قد ينقصه بعض العلم وقد يخطئ أحيانا، لأن البشر طبع على النقص، لكن ليكن هدفك وليكن عقيدتك وليكن سيرتك أنك على طريق السنة وعلى طريق التوحيد، وهذا بإذن الله يوفقه الله إذا سلمت نيته وأخلص نيته وصدق الله تعالى فيما انتهج وفيما سلك، فإن الله يوفقه. وإن كان الإنسان لا يسلم من الخطأ، الإنسان لا يسلم من الخطأ، ولكن الله تعالى يعفو ويغفر إذا كنت على المنهج الصحيح وتمسكت بالتوحيد بقدر استطاعتك، وتمسكت بالسنة بقدر استطاعتك، وكانت غايتك ونيتك أن تخلص التوحيد لله وأن تخلص الاتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يكون حليفك ويكون موفقك بإذنه تعالى. إذن فالمقصود أن أساس دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أساس الدعوة إرجاء الناس إلى التوحيد بعدما نسوا التوحيد ووقعوا في الشرك والخرافات على جهل من كثير من المسلمين، وكذلك تركوا السنة وتمسكوا بالبدع والمحدثات، هذا الذي كان منتشرا. ولذلك ركز في دعوته على هذين الأمرين، على التوحيد وعلى التمسك بالسنة. وكتبه التي ألفها تدور على هذين الأمرين، فما من كتاب من كتب الشيخ إلا ويركز فيه على التوحيد وعلى التمسك بالسنة. إذن ومن هنا نفع الله تعالى بكتبه، فانتصرت هذه الكتب
واهتدى كثير من الناس بكتبه وإن لم يكونوا في عصره. ولذلك وإلى يومنا هذا لا يزال كثير من المسلمين ينتفعون بكتبه. إذن كما نفع الله تعالى بدعوته فانتشرت الدعوة في كثير من البلاد، وإن كان الأعداء لا يزالون يكيدون مكيدتهم، لكن مع ذلك فالحق أبلغ، والحق يعني مؤيد ومنصور من عند الله سبحانه وتعالى، تحقيقا لقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذه الطائفة هي الطائفة القائمة بالدين على أصولها الصحيحة: التوحيد والاتباع كما قلنا. إذن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية دائما في أي مكان وفي أي زمان هي طائفة همها القيام بالتوحيد ونشر التوحيد، همها القيام بالسنة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإرجاء الناس إلى هذين الأمرين: إرجاء الناس وتعليم الناس التوحيد والاتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن وبفضل الله سبحانه وتعالى في بلادنا كذلك الدعوة السلفية بفضل الله تعالى دخلت في هذه البلاد بفضل الله تعالى. إذن وبدأت هذه الدعوة تنتشر، إذن ورزقنا الله تعالى أيضا طلاب علم درسوا العلم الشرعي ونفع الله تعالى بهم، ولذلك هذه الجهود الدعوية لا تزال تنتشر. وهذه الدورة نتيجة لهذه الجهود بفضل الله تعالى، فعلينا أن نشكر الله وأن يعني نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونكثر من الدعاء لكي تقوى هذه الدعوة وتستمر، وبهذه الدعوة إن شاء الله ستنتهي الضلالات وتنتهي البدع والخرافات بإذن الله. إذن وأنتم طلاب العلم الأمل فيكم كبير أنكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأنتم تدرسون هذا العلم ستقومون بهذه الجهود بتوفيق الله، فتحملون هذا العلم بإخلاص وبصدق وبعزم قوي، وهذا ما يرجى منكم. إذن فأنتم الآن تتسلحون بطلبكم للعلم وحرصكم على العلم، تتسلحون لهذه المهمة الكبرى لإنقاذ البلاد، لأن أقوامكم بحاجة إلى الإنقاذ، لأن كثيرا منهم لا يزالون على جهل منهم وقعوا فيما وقعوا فيه وهم جهلاء. إذن فهم بحاجة إلى أمثالكم. إذن فهذا العلم، هذا الدين لا يبلغ إلا بعلم وإلا بعمل، العلم والعمل. إذن ولذلك أوصي نفسي وأوصيكم بأن نحرص على طلب العلم وأن نهتم بالعمل، ومن هنا إن شاء الله تكونون خير قدوة لزملائكم، بل ولمن هم يعني أقدم منكم سنا، لأن طالب العلم يبارك الله تعالى فيه حتى وإن كان صغير السن، إلا أنه بعلمه يقدمه الناس ويحترمه الناس، لا سيما إذا رأوا فيه أدبا ورأوا فيه خلقا فاضلا ورأوا فيه سمة صالحة، فإن الناس يميلون إليه ويثقون به. فاحرصوا أن تكونوا بإذن الله أمناء لهذا الدين، وأن تؤثروا في الناس بأخلاقكم قبل أقوالكم، لأننا الآن نحن في وقت كثر فيه الكلام وترفع فيه الأصوات، لكن أين الحق وأين الحقيقة؟ إذن
فنخشى أن نكون مما وصف في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. عندما متى يكثر الجدل والجدال؟ إذا كان الناس على غير حق فعندئذ يكثر الجدال فيهم. أما أصحاب الحق لا يتجادلون وإنما يبحثون عن الحق، فإذا تبين الحق انتهى الكلام. أما أصحاب الجدال لا يبحثون عن الحق وإنما يريدون الترأس والظهور أمام الناس ليقال هو فلان وهو فلان. عندئذ ليس همه أن يتبين الحق وليس همه أن يدعو الناس إلى الله، وإنما يدعو الناس إلى نفسه ليعرف هو أنا أنا، وليقول الناس هو هو. فيكون ماذا إذا عرفك الناس؟ ماذا يكون الناس عرفوك؟ فكان ماذا، ماذا استفاد الناس من معرفتك؟ إذن معرفة الناس لك لا يساوي شيئا، ولكن أعرف الناس بالله ليعرفوا ربهم وليعرفوا رسولهم صلى الله عليه وليعرفوا دينهم. وهذه الأصول الثلاثة: ليعرف الناس ربهم حق المعرفة، وليعرفوا نبيهم حق المعرفة، وليعرفوا دينهم الإسلام حق المعرفة. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رأى أن الناس بحاجة إلى هذه الأصول، ثم أيضا استنبط هذه الأصول مما ثبت في الأحاديث النبوية أن الميت في قبره يسأل عن هذه الأسئلة. وأنتم ارجعوا إلى كتب السنة، إذن هناك أحاديث التي تتحدث عن الحياة البرزخية، عن الإنسان بعد وفاته وبعد أن يقبر. فالأحاديث تبين أن الإنسان إذا مات ودفن فإنه يأتيه ملكان ويقعدانه في قبره ويسألونه عن ربي وعن نبي وعن دينه. هذا ثابت في الأحاديث. إذن من ربك ومن نبيك وما دينك؟ أسئلة ثلاثة تسأل عنه في القبر. لماذا تسأل عنه في القبر؟ لأنك مطالب بها في حياتك. الله تعالى خلقك وأعطاك الحياة وأعطاك عقلا ورزقك من الطيبات لتعرف هذه الأمور الثلاثة في الدنيا، ولهذا خلقك الله تعالى، ولهذا أعطاك العقل، ولهذا أمدك برزقه لتكون صحيح الجسم قوي البدن حتى تتعلم هذه الأصول الثلاثة لتعرف ربك وتعرف أنه هو معبودك وكيف تعبده، ولكي تعرف نبيك الذي أرسله إليك لكي يبين لك الطريق، ولكي تعرف كذلك الدين الذي رضيه لك وهو دين الإسلام. فهذه ثلاثة أمور لا أهم منها في حياة الإنسان، هذه أهم ما ينبغي للإنسان أن يعلم. العلم واسع، صحيح العلم واسع والعلم أبواب، لكن هذه الثلاثة هي أساس العلم، هي أساس العلم. فمن جهلها فهو أجهل الجهلاء، وإن تعلم غيرها من العلوم. والعجيب أنك تجد في الإسلام عالما يشار إليه بالبنان لسعة علمه وهو يجهل التوحيد، يجهل التوحيد لأنه توحيده مبدل وليس توحيدا حقيقيا. الذي مثلا لا يعرف حقيقة العبادة فيشرك بالله في العبادة ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله وينزل لغير الله ويذبح لغير الله، يزعم أن ذلك توسل وتبرك. هل أين عرف هذا التوحيد؟ والذي ينفي صفات الله ويؤولها أين يعرف هذا التوحيد؟ بينما يشار إليه أنه عالم من العلماء.
والذي لا يعرف السنة وإنما عباداته بدع وخرافات. إذا صلى ابتدع في صلاته يعني البدع فيها يعني نسبة البدع أكثر من نسبة الصواب في صلاته وكذلك في سائر عباداته، ويعتني بالبدع أكثر مما يعتني بالسنة. وهذا أمثلته عندنا هنا كثيرة جدا. نعم، إنسان يأخذ ساعة في بدعة وإذا أتى إلى السنة ممكن 5 دقائق، يؤدي السنة في 5 دقائق، أما في البدعة ساعة وهو يعني يهتم بالبدع ويقضي جل وقته في البدع. وإذا أتى إلى ما هو الثابت الصحيح يعني يستعجل فيها ولا يطمئن فيها. نعم، كالذي يصلي الظهر 4 ركعات يصليها في 4 دقائق، ثم بعد 4 دقائق يجلس للذكر المبتدع 30 دقيقة، يعني اذكروا كذا افعلوا كذا، كلها بدع وخلافات ما لها أساس. لكن الصلاة المفروضة التي ينبغي أن يطمئن فيها وأن يقرأ فيها القراءة الصحيحة يقضيها في 4 دقائق. نعم، إذن ويتخلص منها لكي يتفرغ للبدعة. ها؟ يعني كأنه يعني مرفوع، فهو يأتي بالسنة على العجالة لكي يتفرغ للبدعة. هذا الآن من تسويق الشيطان والعياذ بالله. إذن فالناس بحاجة، الناس بحاجة إلى أن نعلمهم السنة وأن نعلمهم التوحيد، إذن وأن نعلمهم نبيهم الذي يتفوهون باسمه، رأيتم، ولا يعرفونه، إذن ويحبونه حبا جوفاء، لأن حبا بلا اتباع ليس حبا حقيقيا. هو يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن يكتفي بالمدح، يمدح النبي وقد يبالغ في مدحه، لكن إذا جئت إلى اتباعه أنكر عليك وأعرض عنك ويدعي أنه يحب النبي. أين محبة النبي هنا وأنت لا تتبع سنته ولا تتمسك بهدي، بل يعني تعتني بمدحه مدح بلا حقيقة. الذي يمدحك ولا يتبع أمرك هل هو يحبك؟ هذا لا يحبك. فكذلك لذلك فرأى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رأى أن يضع هذه الرسالة، وهي رسالة مختصرة، لأنه أراد من المسلمين أن يهتموا بهذه الأصول الثلاثة وأن يعتنوا بها وأن يحفظوها وأن يؤسسوا دينهم عليها. ولذلك نفع الله تعالى بهذه الرسالة أو بهذا الكتاب. إذن وهذا الكتاب كما قلنا لكم وضعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وألفه مبكرا، لأنه وضعه ليكون كبداية للمسلمين في فهم دينهم، لأن هذه الأسس والأصول التي يجب على كل مسلم أو مسلمة أن يفهمها وأن يتعلمها وأن يتمسك بها ويؤسس دينه عليها، لأن هي الأسس التي يؤسس عليه الدين الصحيح. إذن فالظاهر أيضا أن الشيخ والإمام لم يضع اسما معينا لهذه الرسالة، وإنما لما ألفها على الأصول الثلاثة الناس سموها بهذا، ولهذا لا تجد اتفاقا عند العلماء على اسم الكتاب. أحيانا عند بعض العلماء يسمونه ثلاثة الأصول، ثلاثة الأصول، فيجعلون الثلاثة مضافا إلى الأصول، ثلاثة الأصول. وأحيانا يسمونه ثلاثة الأصول وأدلتها، ثلاثة الأصول وأدلتها. ومن العلماء من سمى هذه الرسالة الأصول الثلاثة، الأصول، فقدم الأصول على العدد، الأصول الثلاثة. ومنهم أيضا من سماها الأصول الثلاثة وأدلتها،
ومن العلماء من سماها الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة. الأصول الثلاثة التي تجب على كل مسلم ومسلمة. بعض العلماء سموها بهذا الاسم. ومن العلماء أيضا من سمى هذه الرسالة بماذا؟ أصول الدين الإسلامي. أصول الدين الإسلامي هذا اسم أيضا مما سمي به هذه الرسالة. ومن الأسماء أيضا عند بعض العلماء سموها مبادئ الإسلام. مبادئ الإسلام، وهذه بعض الأسماء التي رأينا من العلماء أنهم يسمون هذه الرسالة بهذه الأسماء. ويعني بياننا لهذه على أساس إذا رأيت اسما من هذه الأسماء فلا تظن أنه كتاب آخر، هو نفس الكتاب وإنما سمي بعدة أسماء، لكن ماذا؟ المراد واحد، المقصود واحد. نعم، ثلاثة الأصول وأدلتها. الأصول الثلاثة التي تجب على كل مسلم ومسلمة. أصول الدين الإسلامي، مبادئ الإسلام، وهذه أسماء لهذه الرسالة. وكما قلنا لكم هي رسالة مهمة مفيدة نافعة بل واجبة. والشيخ بفضل الله تعالى اعتنى باختصار الكلام في هذه الرسالة، فلم يسهب ولم يطول، وإنما أخرجه مختصرا موجزا. كل ذلك ليحث الناس على العناية بهذه الأصول بتعلمها، لأن الكلام إذا كان طويلا وكثيرا يمل، أما إذا كان موجزا ومختصرا يرغب فيه. فهو أراد أن يرغب الناس في هذه الرسالة وأن يحملهم على العناية بها، فأخرجها مختصرا موجزا. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى سنقوم بشرحها بما تيسر. والعلم كلما رجع وذكر ثبت، وإلا فأنتم لا أظن أن أحدا منكم يجهل هذا الكتاب. نعم، لأنها كما قيل مبادئ الإسلام، فهي أمور مبدئية. نعم، ولكن العلم هكذا، العلم يذاكر ويراجع ويرسخ ويثبت، وهو العلم الشرعي. ولذلك كلما قرأته مرارا وتكرارا تؤجر عليه وينفعك الله تعالى بها. إذن فلا غرابة ولا عجب أن ترجع طالب علم وأنت عالم، لا غرابة في ذلك إذا كنت تعرف نفسك، لأن الإنسان كلما طلب العلم ازداد علما وترسخ علمه. ولا تقول أنا قرأت هذا الكتاب 100 مرة، بل حتى وإن قرأته 1000 مرة فلا يكفي، لأن هو دينك، وليس علما من النوافل، وليس علما مما يطرف به. هذا علم أساسي هو عقيدتك ودينك، فلا تمله ولا تسأم منه، بل أنت تعيش به، هي حياتك. ولذلك فعقوفك على الكتاب وحرصك عليه وحفظك له عبادة تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا كلما ترسخ فهمك لهذا الكتاب فأنت بإذن الله ستنفع المسلمين. كم من مسلم يجهل ما في هذا الكتاب،
يعني بعض آبائنا بعض إخواننا بعض أمهاتنا يحتاجون إلى ما في هذا الكتاب، وأنت ابنهم وأنت قريب لهم، أولى بك أنك تعلمهم. لكن أنت قبل أن تعلم لابد أن تكون عالما، لابد أن تتعلم لتعلم. ولذلك فدراستكم لهذا الكتاب واعتناؤكم به هذا من فضل الله. فحرصوا واهتموا إذن وذاكروا وراجعوا، فالعلم دائما يحيا بالمراجعة وبالمذاكرة. إذن ونقول هذا لأنكم إن شاء الله الأوقات التي سنقضيها لدراسة هذا الكتاب هي بمثابة مذاكرة، نحن كأننا نراجع ونذاكر. وإلا أنتم تعرفون هذا الكتاب ودرستموه، لكن الآن لماذا رجعت تدرسه؟ نعم، مذاكرة، العلم بالمذاكرة. فنحن إن شاء سويا أنا وأنتم نذاكر هذا الكتاب ونراجعه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يفقهنا في ديننا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، حتى نفيد أنفسنا وننفع أنفسنا ونفيد إخواننا المسلمين بفضله تعالى. إذن الأصول الثلاثة كما قلنا، الأصل الأول أن تعرف الله تعالى، معرفة الله. والأصل الثاني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل الثالث معرفة الدين الإسلامي بأدلته. طيب، لماذا هذه الأصول الثلاثة؟ طيب، الآن عندنا مكان هنا في وغدوغو يسمونه رودوكو، تعرفون رودوكو؟ هذا السوق. طيب، قد يكون منكم أحد يريد رودوكو وهو لا يعرف الطريق. طيب، أليس لرودوكو طريق؟ رودوكو له طريق. إذا كنت تجهل الطريق لا بد من ماذا؟ من دليل، لا بد من دليل يرشدك حتى تصل إلى رودوكو، وإلا ستدور في وغدوه كلها ولا تصل إلى رودوكو إذا كنت لا تعرف الطريق، لا بد من دليل. نعم، فاعلموا أن الله هو غايتنا، ربنا سبحانه وتعالى هو غايتنا، لأن الله خلقنا، وإنا له وإنا إليه، نحن لله وإلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن فالله تعالى هو ماذا؟ هو غايتنا ومقصودنا، لأننا سنعود إلى الله سبحانه وتعالى ونلقاه عز وجل يوم القيامة. لكن لقاؤنا بالله كيف ينفعنا؟ أن نلقى الله ويرضى عنا، أن نلقى الله ويرحمنا، أن نلقى الله ويغفر لنا، هذا هو فائدة اللقاء. وإلا هناك من سيلقى الله تعالى ويغضب الله عليه، وهذا مصيره إلى جهنم والعياذ بالله. أما إذا لقيت الله يوم القيامة والله قد رضي عنك وعفى عنك وغفر لك، فأنت سعيد من السعداء، وهذا ما نريده بإذن الله تعالى. إذن فالله تعالى، الله تعالى غايتنا، فلا بد أن نعرف ربنا، لا بد أن نعرفه. إذن لكن ما هو الطريق الذي يوصلنا إلى الله؟ الدين، الدين الذي وضعه الله تعالى. الله تعالى وضع دينا وسماه صراطا، ألم يسمي الله دينه صراطا؟ سماه صراطا، فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن فالدين هو صراط الله، بمعنى طريق يوصلك إلى الله. فالله تعالى غايتك هو الله. إذن لأنك إذا وجدت الله تعالى ماذا فاتك؟ لم يفوتك شيء. وإذا فاتك الله تعالى ماذا وجدت؟ لم تجد شيئا. الله هو الغاية وهو المقصود، فمن وجد الله تعالى وجد كل شيء، ومن فقد الله تعالى فقد كل شيء. ولذلك الآن
جاء الله تعالى بهذا الدين لكي نتبع الدين حتى نصل إلى رضا الله وإلى جنته جنة النعيم. طيب من دليلنا؟ من الذي سيدلك على الطريق ويرشدك في هذا حتى لا تدل؟ لأنك إذا أخذت طريقا لا تعرفه ستدل ولن تصل إلى الغاية. فالرسول بعث لكي يكون دليلا، الرسول هو الدليل. إذن عندنا غاية ومقصود، وعندنا طريق إلى هذه الغاية والمقصود، وعندنا دليل. فالله تعالى هو غايتنا ومقصودنا، والإسلام طريق إليه، والرسول دليل، دليل هذا الطريق. ولذلك هذه الأمور الثلاثة متلازمة، لا تقضى حاجتك ولن تنال مرادك إلا بهذه الثلاثة. لا بد أن تعرف مقصودك، وأن تعرف الطريق إليه، وأن تتبع الدليل، لأن من اتبع الدليل على الطريق وصل إلى مقصوده بإذن الله. ولهذا فهذه الأصول الثلاثة متلازمة وضرورية لكي يعني نصل إلى رضا الله وإلى رضوا وإلى غفران الله وإلى جنات النعيم. لا بد، لأن من جهل الله تعالى كيف يصل إليه، ومن لم يعرف الطريق الذي يوصله إلى الله كيف يصل إليه، ومن لم يتبع الدليل كيف يسلك الطريق يعني سلوكا سليما. إذن فهذه أمور ضرورية، معرفة الله تعالى ضرورية للعبد، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورية للمسلم، معرفة الطريق والإسلام ضرورية لمن أراد أن ينجو. إذن فهذه الأصول الثلاثة ضرورية، ضرورية في حياتنا إذا أردنا أن نكون مسلمين حقا، وإذا أردنا لأنفسنا النجاة في الدنيا والآخرة فلا بد من هذه الأصول الثلاثة. إذن فهنا إظهار يعني وإبراز لأهمية هذه الرسالة ولأهمية هذه الأصول، وأنه لا يمكن الغنى عنها، لا يمكن للمسلم بل للإنسان أن يستغني عن هذه الأصول الثلاثة، لأن من جهلها فقد خاب وخسر. من جهل هذه الأصول الثلاثة خاب وخسر، ولن يكون مسلما إلا بهذه الأصول الثلاثة. ولذلك تعلم هذه الأصول الثلاثة ومعرفتها واجبة، تعلمها ومعرفتها ليست من نوافل العلم، بل هذه من ضروريات العلم ومن واجبات العلم. فهذا هو الحكم. ما حكم تعلم هذه الأصول الثلاثة؟ حكمها فريضة، حكمها فريضة على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه الأصول الثلاثة، لأنه لن يصلح دينه ولن يستقيم دينه ولن يصل إلى مراده إلا بهذه الأصول الثلاثة. وكما قلنا هذه الأصول الثلاثة مستنبطة من سؤالات العبد في قبره، لأن السؤال الذي يسأل به العبد في قبره دليل على أنه كان مكلفا بمعرفة هذه الأمور في حياته، ولهذا يسأل عنه في قبره، يسأل عن ربي، لأن عبادته لله ومعرفته لربي كان مكلفا به في حياته. ويسأل عن النبي، لأن معرفة هذا النبي واتباعه كان واجبا عليه وفريضة عليه وهو حي، فيسأل عنه في قبره. كذلك الدين الإسلامي يسأل عن دينه، لأن هذا الدين كان يجب عليه وهو حي أن يعرف هذا الدين وأن يتمسك بهذا الدين. إذن فهذه الأصول الثلاثة تعلمها ومعرفتها فرض عين، فرض عين على كل مسلم ومسلمة، بل على كل إنسان فرض عين عليه. ولهذا بما أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا بتعلم العلوم الشرعية باللغة العربية،
وهذا كذلك من فضل الله. ولكن أقوامنا الذين يجهلون هذه اللغة لكنه بحاجة إلى هذه الأصول الثلاثة. نعم، ولذلك ليس بالضرورة أنك تعلمها للناس باللغة العربية، بل يكفي أن تعلمهم باللغة المحلية، لأن بعض العوام يعني يستطيعون أن يحفظوا هذه الأصول الثلاثة باللغة المحلية لأنها أيسر له. نعم، ولهذا كان بعض المشايخ في هذه البلاد يعني ماذا يعلمون الناس أمور دينهم بلغتهم المحلية، فتترسخ المعلومات في نفوسهم، رأيتم؟ إذن ولذلك يعني ينبغي أن نسلك هذا الطريق في تعليم عوام الناس أحيانا، وخاصة يعني أساس الدين وأصول الدين نعتني بأن نعلمهم إياها بلغتهم المحلية كالشهادتين مثلا. فمثلا الذي يجهل أن ينطق بالشهادتين باللغة العربية مثلا، لكنه عرف معناها بلغته المحلية وأقرها وآمن بها وتمسك بها، ألا ينجو يوم القيامة؟ ينجو، لأن العبرة بالمعنى ليس باللغة فقط، العبرة بالمعنى، أن تشهد أن الله هو الإله الحق وأنه لا إله حق غيره. طيب، أهذا باللغة العربية أقوله، لكن لو عرفت هذا المعنى بالموري مثلا وآمنت بهذا وتمسكت بهذا تم المراد، وهذا هو المقصود. وليس بالضرورة أن أعرفها باللغة العربية، لكن معرفتها باللغة العربية كمال وفضل، إلا في بعض الأمور التي لا يمكن أن يؤدى إلا باللغة العربية، لكن هناك بعض الأمور ليس بالضرورة أن تتعلمها بالعربية، يكفي أن تعرف معناها بلغتك المحلية وتؤمن بها وتتمسك بها. ولهذا أقول مثلا هذه الأصول الثلاثة التي نتعلمها يمكن أن نعلمها للعوام حتى وإن لم نقولها باللغة العربية، لكن نشرحها لهم بالموري مثلا ويحفظونها بالموري. وكما قلت لكم رأينا من بعض أمهاتنا يحفظون أصول الإيمان، أركان الإيمان بالموري، رأيتم؟ وأركان الإسلام بالموري، ولكن لو سألته بالعربية لا يعرف، لكنه بالموري يقولها صحيحا. وهذا هو المطلوب، لأن المطلوب أن يعتقد الحق، أن يعتقد الحق وأن يؤمن بالحق وأن يعمل به، هذا هو المقصود. ولذلك أنتم بعد تعلمكم لهذه الأصول باللغة العربية إذا تترجمونها باللغة المحلية إلى من يحتاج إليها من عوام الناس، يعني ولا سيما بعض العجائز يعني اللاتي لم يتعلمن شيئا من أمور الدين، إلا أنهن بإذن الله تعالى إذا وجدوا من يعلمهن هذه الأصول يحفظنها بسرعة وبيسر بإذن الله. إذن فأنتم أهل لذلك. إذن كما قلنا هذا الكتاب التي هي الأصول الثلاثة سنفتته بإذن الله، لكن نريد واحدا منكم أو أحدكم يعني يقرأ لنا البداية. نعم، نلتفت إلى اليمين. أيوة، يعني المكبر واحد. أيوة. عشر دقائق. لا بأس. أيوة، في الوقت ضاق بنا ولا بأس. إذا سنجعل البداية غدا إن شاء الله، لكن إذا كان لأحدكم سؤال فيما قلنا سابقا حتى يعني بقية الوقت، لأن الوقت الباقي قليل 10 دقائق. فنحن طبعا ذكرنا لكم مقدمة،
مقدمة لهذه الرسالة، ونريد بهذه المقدمة أولا أن نبين لكم سيرة ميسرة لهذا الإمام المؤلف، وقد ذكرنا من ذلك ما تيسر. نعم. والأمر الآخر، يعني أردنا بهذه المقدمة أن نبين لكم سبب وضع هذه الرسالة، لماذا المؤلف ألف هذه الرسالة، لماذا ألفها. نعم. ثم الأمر الثالث، نريد أن نبين لكم كذلك أهمية هذه الرسالة، أهميتها في الدين. نعم. وفجر الكلام على هذا، فبينا يعني البيئة التي ولد فيها هذا الإمام، والدعوة التي قام بها حتى نفع الله تعالى به، وحتى انتشرت الدعوة. فدعوته ليست دعوة جديدة، وإنما إحياء، كما قلنا التجديد، تكلمنا عن التجديد لكي نبين أن التجديد إحياء وليس الإتيان بأمر جديد، وإنما إحياء لما سبق. لأن هذا الدين يعني كلما تقادم الوقت يندرس وينسى الناس بعض تعاليمه، فلا بد من علماء يحيونه من جديد ويجددونه للناس من جديد. هذا هو المعنى التجديد، ومن المجددين هذا الإمام. وهذا كانت مقدمة. ثم إن شاء الله ابتداء من الغد بتيسير الله وبتوفيق الله ندخل في الرسالة، يعني ونتناول الأصول الثلاثة أصلا إن شاء الله. نعم. كأن أحدا رفع يده. أيوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. أيوة. طيب. آمين. نعم التجديد. نعم. كما ورد في الحديث. نعم. أنا رأس كل سنة. رأس كل قرن. نعم. هل يوجد في نفس القرن أو في نفس الوقت مجددون، أو كل قرن يكون هناك مجدد واحد؟ نعم نعم صحيح، سؤاله جيد. هنا الحديث ورد أنه يعني على رأس كل 100 سنة يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. وذكرنا لكم معنى التجديد، أن المراد بالتجديد إحياء ما درس، ما نسيه الناس، ما تركه الناس من الدين، فهو المجدد، ما يعيد الناس إلى ما نسوا وإلى ما تركوا. هذا هو معنى التجديد. والتجديد كذلك لا يلزم أن يكون المجدد واحدا، لا يلزم، وإنما قد يكون المجددون عدد من العلماء. نعم. إذا لا يلزم أن يكون المجدد ماذا؟ شخصا واحدا، لكن قد يكون هناك مجموعة من العلماء ومجموعتهم هم المجددون. لأن كما تعلم العلم واسع، العلم واسع، والناس بحاجة إلى هذه العلوم. مثلا علم التوحيد، هذا علم قائم بنفسه. مثلا علم الفقه، علم قائم بنفسه. علم الحديث، علم قائم بنفسه. علم التفسير، وهكذا، وهي علوم أساسية. لأن علم التوحيد العقيدة علم أساسي في الدين، الفقه علم أساسي في الدين، الحديث بمعنى ألفاظ الأحاديث وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله علم أساسي في الدين، معرفة معاني كلام الله، التفسير علم أساسي في الدين. إذن لكن قد لا يكون عالم واحد متمكن في هذه العلوم كلها، لكن قد يكون عالما في العقيدة ينفع الله تعالى به في العقيدة، ويكون آخر عالم في الفقه وينفع الله تعالى به في الفقه، ويكون عالم آخر عالما في تفسير وفي الحديث، ثم مجموعهم ينفع الله تعالى بهم الأمة، عندئذ فهؤلاء هم المجددون. إذن ولا مانع أن يكون المجدد واحدا، لا مانع، لكن ليس بشرط، يعني ليس بشرط أن يكون المجدد واحدا، قد يكون شخصا واحدا وقد يكون مجموعة من العلماء وهم كلهم هم المجددون. نعم. أيوة. هل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي أولا، نعم، تفكير باسم الكتاب، نعم، العالم الهندي، أيوة، الذي رد فيه على الأعلام، أها، أيوة، اسم الكتاب صيانة الإنسان، صيانة بالصاد، صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان، صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان، والشيخ دحلان هو محمد زيني دحلان، نعم. كتاب العالم الذي كان يعارض الشيخ في الحجاز، نعم، الدرر السنية أظن في ضلالات الوهابية، الدرر السنية في ضلالات الوهابية وكذا، هذا محمد زين الدحلان هو الذي ألف هذا، نعم. وإذا تطرقت إلى نقطة مهمة، نعم، وهي بعد عودة الشيخ محمد بن أبي الوهاب، نعم، من التعليم، نعم، من التعلم، نعم، إلى بلده، أيوة، بدأ ينشر دعوته، نعم، لكن في خفاء، في، نعم، لأنه جمع طلاب علم، أيوة، ويعلمهم، أيوة، كأنه لم يواجه الجماهير في البداية، نعم. نعم. فنريد منكم يعني أن تجيب توضيح في هذا. نعم نعم. لا نبالغ في هذا الأدب. أها. صحيح صحيح. نعم. المقصود هنا لأن للدعوة منهجا. الدعوة لها منهج. وكما تعلمون حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث في مكة لم يبدأ بالدعوة جهرا في البداية. وإنما بدأ بالدعوة السرية. كل ذلك حكمة إلهية. والإنسان أذرى ببيئته، والمقصود بالإخفاء أو الدعوة في السر ليس خوفا، ليس خوفا، انتبه لهذا. قد يظن ظان أن الذي يخفي أنه يخاف، لا، هذا حكمة معينة حسب البيئة وحسب الأقوام، لأن المراد أن تنتشر الدعوة وأن تنفع الدعوة وأن تستمر الدعوة. لكن أنت إذا رأيت أهل زمانك وقومك تعرفهم، وأنك إذا جهرت في البداية ربما ضربوا الدعوة في مهدها،